ما حكيتي ولا كلمة كل الطريق. إذا كتير موجوعة خلينا نروح على المستشفى. لا أنا منيحة. بس جاي لأخذ غراضي. ما فهمت. هلأ لو عيتها حالي أنا شو خرفت وحكيت هديك الليلة وقتها كنت سكرانة؟ وهلأ لفهمت ما بدك تخبرني شو صار ليلتها. وكمان هلأ لفهمت بدك تسافر على العراق. أنا ما حكيتك بالموضوع لأنه... لأنك خفت. خفت تواجهني. ما في شي خايف منه عبير. تعبت اشرح وبرر حالي. ما عندي شي برره لا لإلك ولا لغيرك. أكيد ما تبرر. لأنه الشي اللي عم تعمله ما له تبرير. عشت كل حياتي عم جرب خلي أمي وبي لحظة وجودي ويعطوني شوي من وقتهم. ما في شي ما عملته لحتى خلي الماما ما تسافر وتبقى حدي. بس بالنهاية شو صار؟ سافر وتركتني مثل ما أنت حضرتك مسافر وتركني. لك كان لازم أطلع على الأول لحتى يطلع لي هدية مشوار أنا وبي. في عدلك أسباب كتيرة خلتني أحبك. وهلأ لفهمت ليش كل هالقد قرارك مرجع لي قلبي وقتلني. موقف بعرفه كتير منيح. كل حياتي أهلي معايشيني مثله. بس خلص. بكفي. زهقت إشحد الحب إشحادة. وما في شي تفسر لي إياه. لأنه كل شي واضح بالنسبة لإلي.